كوب ونصف طحين ذرة، كوب طحين أبيض، وكوب ونصف سكر، كوبين عصير برتقال، ملعقة كبيرة بشر برتقال، 150 جرام زبدة، ملعقتين صغار بيكنج باودر وفانيلا، 5 حبات بيض، سكر بودرة للوجه. اسمع الكيكة سهلة جدا. محتاجة اشي هنا على الساخن؟ ما فيها. لا انت بردان؟ لا بدك اطفيها بطفيه. اوكي. طيب الكيكة سهلة قوي، ما فيهاش اي حاجة، في السريع بتتعمل. هناخد كل المكونات الجافة اللي عندنا. تمام. هنخلطها مع بعض وبعدين هننزلها على الزبدة. بنقدر نستبدل الزبدة بزيت. اللي عايز يستبدل الزبدة بالزيت في الوصفة دي بنقدر نستبدلها بالزيت. فاحنا عندنا قد ايه زبدة؟ 150 جرام يعني 3 ارباع كوب. أوكي. فبنقدر نشيل الزبدة ونحط بدلها 3 ارباع كوب زيت. طيب احنا هنا حطينا الزبدة الطرية، هنحط السكر معاها وهنقلب. حتى مش محتاجين عجان لان الوصفة كتير بسيطة بسيطة وما فيهاش، مش عايزة خفق كتير يعني. هنحط السكر وحطينا الزبدة، هنحط بقى البيض اللي عندنا. يعني هي مش محتاجة خفق قوي، بس يفضل لو خفقناها عشان الدنيا برد. انت تطلعي لي على لقطات المخرج الرائع. ايوه والله البلوزة الحمراء لها تأثير. شفت يعني الحقيقه البلوزه الحمراء لها تاثيرها. ايوه طلعي طلعي. ايوه واخده بالي. بلعب بالكرين. واخده بالي. اللهم امون الدهامشي الله يصبحك بالخير. متجلي. ها؟ متجلي. متجليين الشباب والله. اسمع بس، لان الاستوديو بارد شويه فالزبده ساقعه. فيعني معلش هنعملها بالخلاط علشان نبقى في السليم. خلاص كده تمام. تمام هنحط دلوقتي الفانيلا. تمام. انا والله بتقول لي ارفع راسك عمر، معلش بس بدي احط صورتك على انستغرام حبيبي لانه لا تفوت. هحط غطيين لان في 5 بيضات، وهحط دلوقتي كمان البرتقال المبشور. خلاص فاضل عندنا ايه دلوقتي؟ فاضل البيكنج باودر اللي عندنا، هنحطه مع الطحين الذرة ومع الطحين العادي ونحطهم كلهم هنا. ادي الطحين العادي وادي طحين الذرة، وهو ده اللي بيميز الوصفة دي، نكهة الطحين الذرة. ناقص عندنا بس عصير البرتقال، في كوبايتين عصير برتقال. نخفق بس ده الأول. ونبتدي ننزل بقى العصير شوية شوية. خلاص احنا الكيكة بتاعتنا كده جاهزة اهي، شايفين دي بتخش الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا من 50 لـ55 دقيقة. تمام. ساعة لخمس دقائق. ساعة تقريبا دقائق. تقريبا. تمام. دلوقتي هناخد الكيكة اللي احنا اوريدي عاملينها اللي هي بطحين الذرة وطعمها بيبقى زي ما قلنا لطيف جدا. تمام. هناخد ده، انا بحبه الصراحة قوي لانه
بيحول لك الأكل يعني الكيك لحاجة فنية كده في ولا وقت. شوف اللي هو ايه هذا؟ شو هذا؟ قولي لي شو هذا؟ راح أقول لك حالا. قل لي ولا تخبش يا زين. ايش جبت الحاجات دي منين؟ يلا حط شوف. دول بناخد شكل بقى اللي يعجبنا، شوفوا أني شكل عايزين، أني شكل عايز. هات خلنا نختار. اختار يلا. شوف هاي راح تبين كثير. ده مش حيم. لا لا انا اسف طارت. يلا مش مشكله تعالي. مش هتيجي على فكره. ابعت واحده ثانيه تجيبها. لا 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 دي حلوه دي، هات نحط دي. ايه رايك؟ انا هاي فيها حركه وهاي فيها حركه. هاي فراشات وورد وكده. يلا فراشات يلا. طيب بناخدهم بنحطها في النص هنا، بس بعد ما اطلع ده لان ده اللي هطلع. هتسحبيه. ايوه هتسحبي منه. ايوه نحط دي كده. ترشي سكر براحتك وبطلع الشكل زي ما انت بدك وزياده براحتي. الله دي حقيقه. يا عيني يا عيني يا عيني، ولا اي مجهود ولا اي حاجه بس بالمره. بس البلاستيكي هاي بالرسمه اللي بدك اياها. هاي رجعت ولا لسه؟ الغلباوي ربنا يسامحك يا شيخ. لا 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 مش انت، انا بتكلم على الحته اللي وقعت. انت في منك ربنا يخليك يا شيف غاده. يلا اهي كده نشوف كيف. طلع طلع. بسم الله الله. يلا يا عيني يا عيني يا عيني. الله 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 الله. بسيطه ولطيفه. طعم حلو وشكل حلو في ولا اي مجهود. صحيح. وتكلفتها مش عاليه يعني زي ما قلنا بنقدر نبدل الزبده بزيت.